مرحبا متابعينا عبر منصات قناة التغيير الفضائية. حاليا احنا متواجدين بالقرب من الفود تراك الخاص بماريا اللي تم تقديمه او جزء من عنده من قبل كوادر امانة بغداد. مثل ما تتحدث ماريا حاليا توجهت المستشفى بسبب سوء وضعها الصحي وتدهور حالتها الصحية. ومثل ما تشاهدون هذا ما تبقى من الفود تراك الخاص بها بمنطقة البنوك، وهي بنفس الوقت مكملة كل الإجراءات الخاصة بها الأصولية بشغل هذا المكان. ومع ذلك تقول أنه البعض حاول أن هو يأخذ من عندي مبالغ نتيجة لورود اسمي في أحدى البرامج التلفزيونية كداعم مجاني، وهذا اللي خلاهم أن هم اليوم يتواجدون ويطلبون من عندها مبلغ 1,000,000 دينار. صارت الإجراءات، شنو اللي صار وشنو وضع ماريا حاليا؟ والله وضع ماريا شو قدامك، يعني محل مشافته هو تعبها وتدهور الوضع مالتها، فأكيد بدأت من الصفر. هو إنسان يستحق المشاهد يشجعها، فإحنا شفناه يعني نقدر حتى نقدر نجاوبك أو ما نعرف يعني كلام ما يطلع من عندنا، فأتمنى الدعم لها حتى لو بشيء بسيط. شكرا لك. ما شوية وضعها نفسي تعبان من اللي صار، والبارحة كان جوها ولد وقال لها لازم تدفعين وما أعرف شنو لا تطلع البلدية تهدمج. هي أخذت الموضوع يعني أمر طبيعي، ما راح يطلعون. جينا الصبح خابروني قالوا تعالوا البلدية مفلشين. جينا لقيناها حالتها شوية وضعيتها تعبانة. شنو وضعها الصحة؟ لا الحمد لله أحسن، هسه على جاي إن شاء الله طلعوا من المستشفى وجايين. هون هي الولد هنا موجودين.